استخراج الأحجار من المناجم هو إحدى المراحل الأول في سلسلة من الأعمال الشاقة والخطيرة. هنا كل شيء متعب وخطير، فالطريق الصعب منحدر ومنزلق، زلة قدم قد تنزلق بك في خبر كان، أو قد تصبح مقعدا طريح الفراش كأقل احتمال. بطريقة بدائية وبدون آلات حفر يتم حفر المنجم للوصول إلى الصخرة التي يستخرج منها النحت. يستغرق الحفر أشهرا وعلى مراحل، حيث تعتبر أولى الطرق الشاقة في سلسلة من المتاعب والمشاق. تتم العملية بطريقة هندسية تجعل من المنجم أكثر تماسكا، وحتى لا يصبح قبرا للعاملين بداخله. لا منفذ للتهوية سوى منفذ واحد، الظلام هنا حالك فقط. تستخدم المصابيح اليدوية لتبديد جزء من حلكة الظلام. كلما توغلنا في عمق المنجم زادت الرطوبة وارتفعت درجة الحرارة، وكان على النحات العمل في بيئة أكثر قساوة. الحوادث لأنه نحت يعني بعض الأحيان يطيح واحد ما يضوي.